دار تقنية المعلومات هي دارة لتوفر الخدمات الإلكترونية والذكية لمتعاملينا. طبعا احنا متعاملين من المرضى والمتخصصين الأطباء والمنشآت الطبية. طبعا احنا عندنا تطبيق رئيسي، هي تطبيق صحتي اللي هي عبارة عن ملف الطبي للمريض، هو عبارة عن يعني مثل بروفايل فيها كل معلومات المريض اللي يحتاجها عن هيئة الصحة. وعندنا بعد تطبيقات أخرى، مثلا عندنا تطبيق طفلي وهو للفئة الأمومة والطفولة، عندنا تطبيق آخر اسمه حياتي، هالتطبيق متخصص لمرضى السكري، وهو عبارة طبعا احنا نعرف ان مريض السكري هو من الأمراض المزمنة. أضفنا حتى لتطبيق طفلي وحياتي أجهزة ذكية، يعني مثلا على سبيل المثال عندنا جهاز لفحص السكري ممكن يستخدمه ويربطه بالتليفون، فعلى طول القراءات تدخل في التطبيق. وايضا ممكن نستخدم الفيتبت ويكون هذا مربوط بالتطبيق، على طول القراءات اللي هي عدد يعني الاكتيفيتي ماله، كيف حتى يعني الاستابيليتي، حتى كيف النوم، كيف الحركه، كلها يدخل في التطبيق. السلام عليكم، قيادات في خدمتكم. السلام عليكم. أيوة. ويأتي شام يا سعيد. أهلا وسهلا. قدمت اقتراح بخصوص استخدام التوقيع الإلكتروني. فشو إمكانية تطبيقه في الهيئة؟ احنا طبعا درسنا الاقتراح، هو عبارة عن وان شاء الله بنطبقه في مراكز السعادة. والمشروع عبارة عن ملف الكتروني شامل للمريض. يعني حاليا احنا نعرف انه في بعض المستشفيات عندنا الملف المريض عبارة عن ملف ورقي، لكن احنا في نظام سلامة بنحول ملف المريض الكترونيا بالكامل، كل تاريخه الطبي، تحاليله، أدويته، أشعة، كله بيكون في نظام واحد.